هذه الأيام المباركات أكيد لنا وقفات متجددة، وقفات لنقل التهاني والتبريكات، لنقل أجواء الأعياد اللي توجد في العتبة الحسينية المقدسة. وفي هذه الأحيان ينضم إن زميلي ليث الخفاجي. صبحك الله بالخير يا ليث، وكل عام بخير أنت وسعادة وتألق ومزيد من التقدم لك نتمنى. نعم زميلي مالك، تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. طبعا نعيش هذه الأيام أجواء إيمانية مليئة بالإيمان والفرح والسعادة، خصوصا ونحن في ضريح الإمام الحسين في العتبات المقدسة في كربلاء المقدسة. هذه الأيام الإيمانية، هذه الأيام التي تشهد أيام فرح وإقبال كبير من الزائرين من كل حد وصوب إلى أكيد هنيتك يعني أكيد يعني تهنئة خاصة إلى كل طواقم، عفوا كوادر برنامج صباح كربلاء من المخرجين من الإنتاج. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يعاد عليكم بالصحة والخير والبركة. والمراسلين دائما أخواننا أنتم في كل مكان، حتى لو كان عيد كانت حارة تروحون لمكان الحدث أو الموضوع، ومشكورين أكيد على هذه الجهود. يبقى الجو يمك، نشوف الأجواء عند الإمام الحسين عليه السلام، عند أهلنا أحبتنا، شون العيد وياهم. نعم عقيل، بالتأكيد يعني هذا فخر أن احنا اليوم كخدام للإمام الحسين ننقل هذه الصورة، ننقل هذه الأجواء لكل المشاهدين في مختلف مناطق العالم. حقيقة يعني ما أريد أخذ مساحة أكثر، أريد أترك المساحة للزائرين وكذلك الأخوة هنا المنتسبين في العتبات المقدسة. نستقبل منهم التهاني بهذه المناسبة، ونحن نشهد اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. حقيقة اليوم راح يكون لنا لقاء مميز مع الرادود أستاذ حيدر، التي يعني صدحت حنجرته في حق أهل البيت في كل المناسبات الدينية. اليوم راح ينضم معي أستاذ حيدر، تحية طيبة لك ومرحبا بك معنا في قناة كربلاء الفضائية. يعني اليوم أريد نستقبل منكم تهنئة بخصوص هذه الأيام المباركة، تفضل. سلمكم الله عزيزي أستاذ ليث، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خالص التهاني والتبريكات موصولة إلى مقام المولى المفدى ولي أمرنا صاحب العصر والزمان، وإلى المراجع العظام، وإلى محبي وشيعة محمد وآل محمد في كل أرجاء العالم، وإلى الإخوة كادر قناة كربلاء الفضائية ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية بحلول عيد الأضحى المبارك، تلك الأيام المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا وعليكم، ونحن أكثر قرب وأكثر تمسك بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ومن جوار حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث النفحات الحسينية والأجواء الإيمانية. ندعو للجميع بالتوفيق وقضاء الحوائج، وندعو للمرضى بالشفاء العاجل، وندعو لمن لم يوفق لزيارة المولى سيد الشهداء أن يوفق لزيارته قريبا عاجلا إن شاء الله، ونزور عنهم بالنيابة. أستاذ ليث، اليوم فرصة جميلة خليتنا نتواصل ويا الأحبة المشاهدين، وكذلك لا يفوتني أنه أهنيكم بقرب حلول عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، حيث ذكرى تنصيب المولى سيد البلغاء علي بن أبي طالب جعلا إلهيا خليفة للمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه الولاية. ومن جوار حرم الحسين أبيات قليلة أحب أسمعكم، بما أننا في أيام فرح وسرور ومقبلين على أيام مازن الله سبحانه وتعالى امتازنا الله سبحانه وتعالى بها، حيث أننا حسبنا وجعلنا من الموالين لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تفوح أزهار فرحتنا ولا مال، تفوح أزهار فرحتنا ولا مال، وقلبنا بحب علي ثابت ولا مال،
ساعت لا ولد ينفع ولا مال ينفعك حب علي حميل حمية. وجزاكم الله عنا كل خير والله يثبتنا وإياكم على حبهم. وآخر الدعاء هو لمولانا صاحب الزمان، ندعو له بتعجيل الفرج وتسهيل المخرج وأن نجعل من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. ولا تنسوني ووالدي من خالص الدعاء، وجزاكم الله خير والسلام عليكم. شكرا جزيلا ملا حيدر لهذه المشاركة، شكرا لحضورك، ممنون. نستقبل أيضا أحد الأخوة الزائرين أيضا في كربلاء المقدسة لنستقبل منه التهاني بهذه المناسبة. السلام عليكم أستاذ، شكرا يعني لتواجدك معنا في برنامج صباح كربلاء. نحب نستقبل منكم التهاني بهذه المناسبة. خدمتكم معكم شاعر الحسيني محمد الجماسي. السلام عليكم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، نهنئكم ونهنئ العراق أجمع بعيد الأضحى المبارك، ونهنئ مراجعنا العظام والأمة الإسلامية وخدام الحسين بالخصوص، ونقرأ على مسامعكم أبيات بسيطة إن شاء الله نهديها لسيد الشهداء. هاي الأبيات شيخنا بها ربط يعني بمحرم وإن شاء الله عيد الأضحى. الما باتش عليك يحاسب الله مثل اللي بدون وضوء صلى، البايس حضرتك ما ينوصف عشقه، اللي يقرأ لك قصيدة وبيها يا حسين ينزل علي ويبوسه من حلقه، اللي بيريحة وفه ملبس خوات احساس، اذا مر بجنازه حسين يتلقاه ويطلع من ضريحه مفلع العباس، اللي مخيمه رقيه ما مصلي دموع ما مفتهم من الطف ولا موضوع، صعدت على التل تدرون زينب ليش تريد تناوش الجنه ترب وشموع. وسلامتكم والله يحفظكم. خدمتكم ممنون متفضل. شكرا جزيلا. راح اكيد مستمرين بتغطيتنا واستقبال هذه التهاني من جميع الزائرين، لكن راح نترك فسحه وفرصه الى منتسبي العتبات المقدسه. راح ينضم معي معاون رئيس قسم حفظ النظام في العتبه المقدسه. الباحث باو عقب قبل ما منتسب الباحث قد طيت عيديه يعني يعني صراحة أنا خردت يعني قبل لا أطلع للزور يعني عمامي وأقاربي خردت زين لأنه واي عندنا صغار فخردت ورحت يعني صراحة على كل واحد ألف يعني مشيت زين. نساعدك على الراتب نساعدك الله يخلي يعني خلي نترك فرصة لإخوتنا المنتسبين في العتبة الحسينية أيضا نستقبل منهم هذه التهاني. نعم نستقبل منكم تهاني بهذه المناسبة. نهنئ العالم الإسلامي كافة ومراجعنا العظام ولا سيما مرجعنا الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير والبركة وأن يمن علينا بهذه المناسبة بالأمن والأمان لكافة بلاد المسلمين ولا سيما عراقنا الحبيب. كما تشاهد يعني هالأجواء الروحانية في ضريح الإمام الحسين والصحن الحسيني الشريف، تهتم إدارة العتبة الحسينية المقدسة المتمثلة بسماحة المتولي الشرعي العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي كربلاء والسيد الأمين العام بتوفيرها للزائرين الكرام. ونحن بدورنا قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة نسعى ونهتم و نستنفر كافة القوى لتوفير الأمن وسلامة الزائر الكريم، وحيث بادرت إدارة قسم حفظ النظام بتوفير وحدة الخدمة الإنسانية، وهذه الوحدة استحدثناها لشريحة ذوي المعاقين بتوفير العجلات للمعاقين لإيصالهم لضريح الإمام الحسين من العوارض الرئيسية، تكون عربات الدفع باليد أو العربات الشحن. موفقين استاذ على هذه الخدمه، شكرا جزيلا. خلي نترك فرصه للاخوه هماتين نستقبل منهم تهاني. السلام عليكم. طبعا ويانا هماتين احد الاخوه في خدام الامام الحسين في قسم حفظ النظام، نستقبل منك التهاني عزيزي. اشكر اخويا، عيدكم مبارك ان شاء الله، ونقدمكم ونقدم الكادر عتب الحسين المقدس وكافه الاخوه المنتسبين والامه الاسلاميه، ونهني بالخصوص سيد علي السيستاني بهذا العيد الاقر، ويمن علينا بالصحه والسلامه وعليكم بالامن والامان ان شاء الله على شعبنا الكريم، ويمن على خير الزوار خدام الحسين، يمن عليهم بالصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا
اشكرك. شكرا شكرا لهذا المشاهد. نعم زميلي مالك وعقيل حقيقه يعني ما شاهدتوه وما تلاحظوه في شاشتنا من هذه الاجواء الايمانيه في الصحن الحسيني الشريف، كذلك هنالك دور كبير للعتبات المقدسه، لا ننسى هذا الدور في الحفاظ على امن الزائرين وصولا الى مرقد الامام الحسين، وصولا الى مرقد الامام العباس عليه السلام لاداء مراسم الزياره باريحيه كامله. لكن حقيقه يعني اذا تسمح لي تترك لي فرصه صغيره التقي باحد الاخوه لانه نسقت وياه ولازم اهلا نعم نلتقي باحد الاخوه في قسم عاشت ايدك شكرا. نلتقي باحد الاخوه في قسم العلاقات في العتبه الحسيني ايضا نستقبل منه الثاني. نعم السلام عليكم مرحبا بك معنا في شقنا، نستقبل منك الثاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. نتقدم باسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بمناسبه عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركه والخير. وكان لقسم العلاقات العامه وكادر شعبه التشريفات الجهود المميزه في اداء الزياره مناسبه عيد الاضحى المبارك. نعم استثنائية وكبيرة في استقبال الشخصيات الدينية والأكاديمية التي توجهت إلى حرم سيد الشهداء عليه السلام لأداء الزيارة والتهنئة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصحة والعافية وقبول الأعمال ودوام خدمة سيد الشهداء عليه السلام. شكرا جزيلا. شكرا للمشاركة، شكرا جزيلا. نعم زميلي يعني حقيقة الأجواء يعني كما شاهدتوا أجواء إيمانية حقيقة. هذه الأجواء حرصت العتبة الحسينية المقدسة أن تصل برسالتها دائما ورؤيتها الحقيقية. اليوم بالتأكيد هذا اليوم هو اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، حرصت العتبة الحسينية المقدسة أن تقوم بمرامج برامج متنوعة، برامج دينية قرآنية لإيصال الرسالة، أن نحتفي بهذه الأيام بصورة حقيقية تليق بأهل البيت. نعم أحسنت يا ليث، شكرا لك وشكرا لجميع من كان معك في هذه الوقفة وهذه الجولة الخاصة بنقل التهاني من العتبة الحسينية المقدسة. هنيئاً لكم من مجاورة سيد الشهداء في هذه الأيام المباركات.